حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بعد فوز المنتخب الرديف اليوم ببطولة كأس فيتنام الدولية نسخة عام 2024. وقبل ما ندخل في التفاصيل في البداية، الفيديو ده بالذات يستحق منك مليون لايك. اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وافتكر ان انت مغربي. طبعا انجاز تاريخي، انجاز عظيم وفوز رائع جدا للمنتخب المغربي الرضيف للفوتسال بقياده عادل السايح. النهارده بيحقق انجاز تاريخي لاول مره، لاول مشاركه اسيويه في اطار مشاركه منتخب الرضيف تحت 23 عام المنتخب المغربي للفوتسال بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا في الجوله الثالثه اليوم. المباراه اللي انتهت بنتيجه 6 أهداف لصالح أسود الأطلس مقابل 2 لصالح منتخب نيوزيلندا. تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 16 مع نهاية الشوط الأول محرزا الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 بقدم المتألق الرائع جدا معاذ السنة. ثم يعود المنتخب النيوزيلندي مع انطلاق صافرة الشوط الثاني محرزا هدف التعادل في الدقيقة 4 من أحداث الشوط الثاني ليعطي استفاقة للمنتخب المغربي بعودة قوية جدا، ليعزز المنتخب المغربي محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الثاني بقدم المتألق معاذ السنة. وتتوالى المفاجآت المغربية وتتوالى القذائف الرضيفية المغربية ليعزز المنتخب المغربي محرزا الهدف الثالث بقدم بدر الكنبوع في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الثاني. وفي الدقيقة 12 بعدها بمباشرة يحرز رائد السبع بطرابة من تسديدة ولا أروع الهدف الرابع للمنتخب المغربي، وبأسيست ومتابعة أكثر من رائعة للمتألق الرائع جدا محمد زلالي يحرز المنتخب المغربي الهدف الخامس في الدقيقة 15 من أحداث الشوط الثاني. ويعود المنتخب النيوزيلندي محرزا الهدف الثاني من خطأ دفاع مغربي في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الثاني، وينهي المنتخب المغربي اللقاء محرزا الهدف السادس في الدقيقة 17 من أحداث اللقاء بقدم المتألق الرائع جدا عبد الله المتقي. ألف مليون مبروك، ألف ألف مليار مبروك لكل أسود الأطلس اللي دايما مشرفينا ورافعين الراية المغربية. لحظة التتويج، لحظة رفع العلم المغربي على الأراضي الفيتنامية على قاعد لان بين تن، من أروع اللحظات العالمية، من أروع اللحظات اللي تشوفها بعينك وتمل بها نظرك لما ترفع راية بلدك. لحظة مشرفة جدا على الأراضي الفيتنامية، وأيضا من فكر رائع جدا من وجهة نظري كمحلل إعلام رياضي مصر وهنا من داخل قناتي، فكر عادل السايح اللي استطاع من أيضا إجراء البطولة ومسيرة المباراة بفكر وتكتيك أكثر من رائع. فوز على المنتخب الإيراني الأقوى في البطولة في المباراة الأولى في الجولة اللي انتهت بنتيجة 5-4 لصالح أسود الأطلس، والتعادل مع المنتخب الفيتنامي في الجولة الثانية المباراة اللي انتهت بنتيجة 3-3 بين المنتخبين ليصبح رصيد المنتخب المغربي 4 نقاط. وفي الجولة الثالثة وبعودة قوية جدا لجميع العناصر ومنهم محمد زلالي استطاع المنتخب المغربي الفوز على منتخب نيوزيلندا المصنف 49 من التصنيف العالمي للفوتسال برصيد 1004 نقطة. ألف مليون مبروك الفوز الغالي والثمين جدا. ويصبح ترتيب البطولة بعد فوز المنتخب المغربي اليوم المنتخب المغربي في المرتبة الأولى في صدارة البطولة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب إيران في الجولة الأولى وفوز على منتخب نيوزيلندا في الجولة الأخيرة وتعادل مع منتخب فيتنام، ويليه المنتخب الإيراني في المرتبة الثانية بعد الفوز على منتخب فيتنام اليوم. المباراة اللي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح المنتخب الإيراني يلينا المنتخب الفيتنامي في المرتبة الثالثة برصيد 2 نقطة، ثم المنتخب النيوزيلندي في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 1 نقطة. ألف مليار مبروك لكل عناصر أسود الأطلس،
ألف ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي الفوز بلقب البطولة، ويصبح محصلة المنتخب المغربي الرضيف 14 هدف في لقاءات البطولة الدولية على الأراضي الفيتنامية. استطاع معاذ السنة منهم من إحراز 4 أهداف، ثم يليه رائد بوترابا وأيضا محمد زلير محرزا 3 أهداف، وأيضا كل من إيهاب الشرادي هدف، بالإضافة لبدر الكنبوعي أيضا هدف. ألف مليون مبروك لكل عناصر أسود الأطلس، بداية من قائد الفريق، بداية من حارس المرمى عبد اللطيف الهراش، بالإضافة إلى معاذ السنة وعبد الله المتقي وإلياس صديقي رائد ال7 بترابة، بالإضافة لأيضا كل عناصر المنتخب المغربي، محمد زلالي محترف الدوري الإيطالي، اللي بقول لحضراتكم يا جماعة واحد من أهم عناصر منتخب الرضيف المغربي اللي لابد من تواجده، من وجهة نظر الشخصية لازم يكون متواجد مع المنتخب الأول بقيادة الدكيك في البطولة الأفريقية القادمة، يعتبر عنصر مؤثر جدا. ولاحظنا الفرق الجامد لمحمد زلالم عن نزوله في مباراه وعودته في مباراه نيوزيلندا، بيستطيع من الاحتكاك مع العناصر القويه، مع العناصر اللي بتلعب بعنف او بتلعب باحتكاك داخل المباريات، وبيمتلك قوه بدنيه، قوه جسمانيه، وفكر تكتيكي رائع جدا. الف مليون مبروك لكل عناصر المنتخب المغربي الرضيف، وأيضا بنتمنى السلامة للنجم المتألق مصطفى رابو اللي كان غايب عن مباراة اليوم نظرا لإجراء عملية جراحية. كل التمنيات بالعودة الحميدة بمشيئة الله تعالى للنجم المتألق مصطفى رابو، وألف مليون مبروك لكل أسود الأطلس. رفع الراية المغربية على الأراضي الفيتنامية لأول مرة، وبكده المنتخب المغربي الرضيف خاض 14 مباراة منذ تأسيسه، لم يهزم في ولا مباراة بفضل الله تعالى. كل المباريات اللي لعبها وبالأخص أمام المنتخبات الأولى، سواء منتخب موريتانيا، منتخب السويد، منتخب العراق، النهارده في البطولة الآسيوية منتخب إيران يفوز على 7 عالميا، المصنف من التصنيف 7 عالميا من التصنيف العالمي للفوتسال برصيد 1593 نقطة، ويفوز على منتخب نيوزيلندا المصنف 49 عالميا برصيد 1004 نقطة، وتعادل ثمين جدا خارج ديارك في ظل الأجواء الرمضانية، وأيضا مع غياب العناصر المهمة جدا. ألف مليون مبروك لكل عناصر أسود الأطلس، مع أطيب تمنياتي للمنتخب المغربي الأول الفوز بكأس أمم أفريقيا، اللي مقرر من المقرر بمشيئة الله تعالى إجراء مقابلتين وديتين مع منتخب جزر القمر غدا يوم 1/4 ويوم 3/4 على قاعدة الأمير مولاي عبد الله بمشيئة الله تعالى، مع أطيب تمنيات العناصر الدكيك أيضا الفوز بكأس أمم أفريقيا المغربية 2024 في ظل تواجد أعظم وأكبر جمهور وأعظم جمهور على مستوى الساحة العربية والأفريقية، الجمهور المغربي فخر العرب، مشرف الكرة العربية والأفريقية والعالمية في خلفه وعن يمين وعن شمال وأمام، وفي مساندة المنتخب المغربي الأول بقيادة الدكيك إلى مزيد من التقدم والانتصارات والفوز بالكأس الأفريقية 6 على التوالي بمشيئة الله تعالى، إلى مزيد من التألق والانتصارات للمملكة المغربية وللشعب المغربي الأصيل الطيب، اللي أيضا بتوقع بمشيئة الله تعالى كل الإنجازات تتحقق على يده، الإنجازات القادمة للفوتسال بمشيئة الله تعالى، إلى مزيد من التألق والانتصارات. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.